جديد لكل نجوم فريق النادي الاهلي على هذه المباراه والاداء المميز. واكيد بينضم لنا طبعا الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا ايضا كمان للبطوله. الاستاذ محمد الجرحي طبعا برحب بيك، موفقين. الاول في البدايه عايز اقول ان كل الناس بتشيد بالتنظيم بالاداء بكل حاجه بصراحه، حابين نسمع منك مدى الاشاده دي عليكم كرئيس اللجنه العليا وكعضو مجلس اداره النادي الاهلي، حابب تقول لكل الناس اللي بتشيد بالبطوله محمد بيك. الحمد لله، يعني احنا الحمد لله ربنا وفقنا في التنظيم وجالنا، يعني انا كنت قاعد مع مسؤوله الاتحاد الافريقي بتقول لنا يعني كل الفرق مبسوطه جدا، كل الفرق بعتوا لهم جوابات شكر بيقولوا لها احنا مش عايزين نزعل النادي الاهلي عشان حاسين بحفاوه الاستقبال، وطلبت مني السيديهيه بتاعه الافتتاح عشان تبعتها للاتحاد الدولي، بس الحمد لله يعني كانت الدنيا ماشيه كويس. المنافسات شايفها ازاي واداء النادي الاهلي شايفه ازاي؟ يمكن زي ما بنقول واحده واحده البطوله بتسخن بتخش في المباريات القويه، متابع انت النهارده كمان مباراه النادي الاهلي، شايف اداء النادي الاهلي ازاي؟ لان هم بنات صاحبين بطولات او اصحاب بطولات كتير جدا يا محمد بيه. بص، فرقه الطايره في النادي الاهلي سيدات مميزه جدا، يمكن في طبعا يعني بنعلى تدريجيا، الماتش اللي فات 3-0 والماتش ده 3-0، طبعا في فرق في المجموعات الثانيه زي الانابيب وزي السجون وزي الفريق التونسي طبعا يعني، بس ان شاء الله الفريق بتاعنا قوي باذن الله، يعني قادرين ان احنا نحصد البطوله باذن الله. الناس بتحسدنا لان بتقول بطوله الطايره سيدات ثم الطايره رجال ثم الكره اليد رجال، ويعني الامور صعبه جدا بالنسبه للناس، لكن بالنسبه لنا احنا قادرين ان احنا ننظم البطولات دي وبادئ من اول يوم يا محمد. احنا الحمد لله يعني انا المجلس كلفني برئاسه اللجنه العليا لست بطولات، اثنين طايره رجال وسيدات واثنين هاند بول رجال وسيدات، والاثنين كاس كوس هيتلعبوا عندنا طبعا، في منهم واحد اهلي وزمالك، وان شاء الله تخرج بشكل يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم مصر باذن الله. اخيرا رسالتك ايه لكل البنات؟ ان شاء الله احنا بنطالبهم ان يحققوا البطوله باذن الله والتوفيق يبقى معاهم. كرئيس اللجنه العليا للبطوله حابب تقول لكل بناتنا الفتره اللي جايه والمباريات القادمه ان شاء الله. يعني بص، هم مجتهدين جدا، هم مركزين قوي، وان شاء الله يعني البطوله تكون من نصيبهم، يعني ربنا يعني يكافئهم على قد المجهود اللي بذلوه. اشكرك. شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد لعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الجرحي ورئيس اللجنه العليا للبطوله الافريقيه، تصريحات مهمه زي ما بنقول، والحقيقه طبعا يمكن كل مره بناكد في لقاءاتنا على